أول خبر في عدد مساء اليوم جاب عنوان: لأول مرة الرجاء الرياضي يتخلص من نفس ديون لاعبيه. وصرفوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي شيكاتهم اللي توصلوا بها من المكتب مسير في غشت الماضي قبل إجراء نهائي البطولة العربية للأندية البطالة، وحصلوا لاعبي فريق الرجاء على نصف ديونهم العالقة بذمة الفريق واللي كتشمل منح التوقيع وبعض منح الموسم الرياضي الماضي. وكتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ سنوات اللي كينجح فيها المكتب مسير لفريق الرجاء في أداء جزء كبير من مستحقات لاعبيه، وغينهي المكتب مسير الحالي الأزمة المالية للاعبين مباشرة بعد الحصول على منحة التوج بلقب البطولة العربية للأندية البطالة اللي كينتظر باش يتوصل بها في الأسبوع الجاري ويسلم لاعبي نصف مستحقاتهم المالية العالقة. وكانوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي خاضوا إضراب على التدريب أربعة أيام احتجاجا على عدم توصلهم من مستحقاتهم المالية، وحصلوا من خلالها على شيكات كتحمل نصف ديونهم العالقة، ووعدوا المكتب المسير بالحصول على شيكات أخرى بنصف المبلغ المتبقي في حال تتويجهم بلقب البطولة العربية، وهو ما نجحوا لاعبي الفريق الأخضر في تحقيقه. لائحة الخلفاوي لرئاسة الرجاء قانونية وصغروا أبرز أعضائها. وأثارت لائحة جمال الدين الخلفاوي المرشح لرئاسة فريق الرجاء الرياضي جدل كبير بخصوص عدم قانونيتها، بحيث كتوفر فقط على 9 أعضاء بما في ذلك الخلفاوي. وحسب مسؤولين في الفريق الأخضر فلائحة جمال الدين الخلفاوي قانونية وكتضم عدة أسماء أبرزهم محمد صغرور. ووضح نفس المصدر أن لائحة الخلفاوي كتضم 10 أسماء وكتستجب للقانون الأساسي، وكل ما كيتقال حول عدم قانونيتها غير صحيح. وكيتعتبر صغرور من المنخرطين اللي سبق لهم أعلنوا على رغبتهم في رئاسة الرجاء خلافا لمحمد بودريقة في مواسم سابقة، كما كان ضمن اللجنة المصغرة اللي كانت كتصر على عقد جمهور العمل استثنائية للإطاحة بسعيد حسبان من منصبه كرئيس الفريق الأخضر. وكان المنخرط المذكور ضمن الأسماء المطروحة في لائحة أنيس محفوظ المرشح دوره رئاسة الرجاء قبل ما يغير وجهته لانضمام لائحة جمال الدين الخلفاوي. خبر في نفس السياق بعنوان: بأسماء جديدة ووجوه شابة، رضوان الرامي يكشف عن لائحته وبرنامجه من أجل رئاسة نادي الرجاء الرياضي. وقدم رضوان الرامي المنخرط لفريق الرجاء الرياضي بشكل رسمي ترشحه لرئاسة الفريق الأخضر، بحيث وضع لائحته وبرنامجه لدى إدارة النادي في انتظار الجمع العام الاستثنائي القادم اللي غيسفر على انتخاب رئيس جديد. وحرص الرامي اللي كيشغل مهنة محامي بهيئة الدار البيضاء سطات على ضم وجوه شابة ضمن لائحته، أبرز أحمد طلال ابن الدكتور راحيل محمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال، إضافة لأسماء بارزة أخرى كتعمل في ميادين مختلفة كالهندسة والتسيير والمقاولات، وكلها أسماء كتعرف بغيرتها وحبها الكبير لفريق الرجاء الرياضي. وفيما يلي لائحة رضوان الرامي: أحمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال، عز الدين الخلفي مهندس ميديتال أورانج، عبد الرحيم الصديقي مسير شركة، عبد الله زمورة خبير محاسباتي، هشام حميد الدين مسير شركات، محمد الصالحي مقاول، رجاء حمزة طبيبة اختصاصية، رضا الودي مدير في شركة، عبد الكريم الشرقاوي إطار بنكي، ماهر العطار مدير وكالة أصفار. يذكر أن لائحة رضوان الرامي كتعتبر أبرز لائحة مرشحة لقيادة فريق الرجاء الرياضي خلف المكتب الحالي اللي كيترأسه رشيد الأندلسي. عمر العمراني يوضح حقيقة إبعاده من لائحة الرجاء الرياضي. وأكد عمر العمراني الوفد الجديد على فريق الرجاء الرياضي أنه كيواصل تدريبه ورفقة المجموعة بشكل عادي استعدادا للمنافسة الموسم الرياضي المقبل. وقال لاعب في تصريح خاص بموقع سبور 1: ما عندي حتى علم إبعادي على الفريق الأول، أنا كنسعى لتقديم الأفضل ومساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات والتتويج إن شاء الله بالألقاب. وبخلاف ما صرح به اللاعب العمراني أكدت عدة مصادر أن اللاعب المذكور كيتواجد ضمن لائحة اللاعبين اللي طلب منهم المدرب التونسي الشابي تدرب صباحا بينما كتدرب المجموعه الرجاويه مساء استعدادا للموسم الرياضي المقبل. لاعب الرجاء الجديد محمد شهيبه يخوض تدريب انفراديه قبل الانضمام لفريق الامل، وكيخوض محمد شهيبه الوفد الجديد على فريق الرجاء الرياضي هذا الصيف تدريب انفراديه بعيدا عن المجموعه. واكد مصدر خاص ان اللاعب شهيبه من المنتظر باش يلتحق بفريق امل الرجاء الرياضي تحت اشراف مشعب مباركي، وغينتظر الفرصه ديالو لما ينادي عليه الشابي الالتحاق بالفريق الاول، مع العلم ان المدرب التونسي الزم اللاعب شهيبه بالتدرب رفقه فريق الامل عوض الدخول في معسكر مراكش رفقه المجموعه الرجاويه. يشار ان المهاجم الصعيد محمد شهيبه وقع رفقه الرجاء الرياضي عقد غيمتد لاربع سنوات قادما سابو القنيطيري. ابن القنيطيرة كان ثاني هدافي الهواج في الموسم الرياضي الماضي ب 15 هدف. اخيرا جناح الرجاء جبريل سيلا يلتحق بتدريب الرجاء بعد حصوله على رخصه من الطاقم الطبي، والتحق الغامبي جبريل سيلا الجناح الجديد لفريق الرجاء الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتدريب نسور الخضر. وحصل اللاعب جبريل سيلا على رخصه من الطاقم الطبي للنسور بعد ثبوت عدم خطوره اصابته اللي شغلت بال فعاليه النادي الاخضر خلال الفتره الاخيره. وخضع الجناح السابق لطونغيت السنغالي المجموعة من التحاليل والفحوصات الطبيه على مدى 10 ايام تبتت سلامته، وكان المكتب المسير الحامل لقب كاس الكونفدراليه الافريقيه متخوف من تعرض اللاعب لاصابه خطيره سابقه، اذ ان استمراره مع الفريق الاخضر كان مرتبط بشكل اساسي بنتائج الفحوصات الطبيه.
بعد فشل المفاوضات مع الرجاء، طلال يوقع في كشوفات باستيا الفرنسي، وتعاقد فريق باستيا الفرنسي مع المغربي أمين طلال، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكان أمين طلال قريب جدا من حمل قميص فريق الرجاء الرياضي، غير أن المفاوضات مع المكتب مسير في شخص نائب الرئيس خليل الإبراهيمي بقت بالفشل. وأمضى طلال عقد مدته موسمين رياضيين مع باستيا بعد ما قدم مستويات جيدة مع أورليان خلال السنوات الماضية، شيء اللي خلاه محط اهتمام أندية فرنسية كثيرة. خاص تحويل بنكي بقيمة 1,000,000 سنتيم من الرجاء في حساب وكيل رحيمي، وقامت إدارة فريق الرجاء الرياضي بتحويل بنكي لوكيل اللاعبين اللي كان وراء صفقة انتقال اللاعب سفيان رحيمي لنادي العين الإماراتي. وحسب مصدر خاص فتم تحويل مبلغ مالي بقيمة 200,000,000 سنتيم في حساب الوكيل جراء انتقال رحيمي من فريق الرجاء الرياضي للعين، وبلغت قيمة انتقال نجم الرجاء الرياضي للدوري الإماراتي 3 ملايير سنتيم، بحيث وقع رحيمي في كشوفة العين عقد احترافي كيمتد 4 سنوات. وأعلن فريق العين الإماراتي في وقت سابق تسجيل المهاجم سفيان رحيمي في قائمته المحلية، بحيث بات مؤهل لحمل قميص الفريق جميع مبارياته الرسمية ابتداء من مواجهة بنياس يوم السبت المقبل لحساب جولة الثالثة من الدوري الإماراتي. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة. Hey, 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 hey